جديد اختتمت ليلة أمس أنشطة مهرجان الشارقة السينمائية الدولي برعاية فن المؤسسة المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن فوز 7 من صناع الأفلام والسينمائيين بجوائز مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل الذي قدم على مدار 6 أيام 124 فيلما وبمشاركة 70 مخرجا من 31 دولة. وتصدرت قائمة المشاركين في المهرجان لهذا العام الولايات المتحدة بمشاركة 45 فيلما، تليها الإمارات ب 33 فيلما، وحلت فرنسا في المركز الثالث برصيد 29 فيلما. هذه السنة 500 مشاركة من 31 دولة، وتم اختيار 124 فيلم تم عرضه في قاعة الجواهر في الشارجة. حبينا نبارك للفائزين في هذا المهرجان، ومن لم يحالف الحظ هارد لك، وإن شاء الله يفوزون في السنوات القادمة. نتمنى عدد المشاركات في تزايد في السنوات القادمة، ونتمنى التوفيق لكل المخرجين والسينمائيين. تأتي لكل الأطفال والناشئة والمخرجين في دولة الإمارات، أتمنى أن يوصلون لمستوى الأفلام المعاصرة في العالم، ولكل طفل لديه موهبة. أقول لكل الأهالي بأن يتم تشجيع أطفالهم حيث أنهم قد يكونون في المستقبل أجيال المستقبل، والتوفيق للجميع. أنا أعتقد أن شيء مهم أن يوجد مهرجان سينمائي للطفل، لأن نسعى إلى صناعة السينما، وصناعة السينما لازم نأسس لها، وأعتقد هذا شيء جميل. هذا المهرجان بشكل خاص مهرجان الشارقة معروفة احتوت كل الثقافة في 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 هذه الإمارة الحالمة. أنا أعتقد أن أضافة إلى مهرجان أيام الشارقة المسرحية، أضافة إلى معرض الكتاب، أضافة إلى مهرجانات كثيرة تبناها الشارقة. ونحن في الإمارات إذا بغينا نصنع سينما نبتدي من أساس في مهرجان الطفل. حاز فيلمي كيكة زينة على أفضل فيلم روائي قصير في دول الخليج اليوم في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل. المهرجان رائع، المجهود رائع، فكرة أنه هو مهرجان للطفل فكرة جميلة جدا، وأنا ما شفتها قبل كده في أي دولة عربية، وجدا فخور أني أنا شاركت في ذا المهرجان، وهذه كانت أول جائزة الفيلم يحوز عليها، والحمد لله. وأشكر المنظمين وأشكر الشارقة ومهرجان الشارقة.